بسم الله الحمد لله والله أكبر. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزز بثالث، يعني شوف تكلس شعطره. يعني نحن عند القرى الهالكة الظالم أهلها، يعني حاجة كرر القرآن في عدة مواطن. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ما جاوش غير تعريف بأنفسهم وب الرسالة، مرسلون من الدون المولى سبحانه وتعالى. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. شو الحماق، يعني ناس يكون إيبر ستيبيد، يعني أنت ما تقبل الرسالة إلا ما يكون حملها غير طبيعتك أنت. ولكن ربي بحكمتي ورحمتي بالخلق يبعثك رسل من قومك أو نبينا عليه الصلاة والسلام بشرا نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام.